هذا الموت باب وكل الناس سيدخل، سندخل من هذا الباب. المشكل ليس في الباب، المشكل فيما سوف نجده بعد الباب. كل نفس ذائقة الموت، وإذا ذاقت هذه النفس هذه الموت فلن تستطيع أبدا أن تعود إلى الدنيا. حتى أن البعض منهم يقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. بعد الموت وإنما توفون أجوركم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وتأتي الحقيقة الغائبة، وما الحياة الدنيا إلا متاع الروح. الله جل وعلا يقرر حقيقة معنا أننا كثيرا ما نعرف من الموت ولا نريد أن نذوق الموت، ولكن قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الله جل وعلا خلق الموت والحياة والعلة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فنسأل الله أن يختم لنا بالأعمال الصالحة، وأن يغفر لموتانا وموتى المسلمين أجمعين. نسأل الله جل وعلا أن يلحقنا بهم سالمين غانمين، وأن يجمعنا معهم ومع نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.